صباح الخير استاذ. اهلين، صباح الخير. اعمل لك قهوه؟ لا مستعجل، بدي اخذ غرض واطلع. سلمي لي على الساس. طب ليكوا جوا بتشربوا قهوه سوا؟ ما عنده شيء. قلت لك مستعجل، سلمي لي عليه. لسا بتقلي تعال لهون ووصال وما عليك؟ لك كيف بدي اوصل لعندك وانا ما بعرف حدا بيفهم بهالشغلات؟ شغلتي عندك. هدي بسألك ابني، لك شو بك نرفزت؟ لك صايرة اعصابك خروق مهرية كثير، شو بنا؟ لك مرة، لك صرت قايل لك شيء ألف مرة انه هون سكرت، يعني ضروري اردح لك واقول لك كوم لحم، شو اقول لك؟ روق ابو سامير روق، بسألك ابني وبجاوبك. مع انه على علمي الانترنت معبر ارشادات كثير. لك يا اخي شو شايفني انت فتحة انا بالانترنت؟ شوف لي ابنك يعطيني رقم حدا هون بفهم بهالشغلات. شو اللي بدش ابو سامر؟ شو اللي بدش؟ يعني بالالماني بحبك، بعدين حبيبي بسيطة محلولة، ما بتصدق قديشني فرحت بهالخبرية. على الاقل بيجي مين يسليني قاعد لا شغلة ولا عملة. عجل ابو سامر عجل، تعال. هلا يستر عرضك، المهم انت استوعبت مني؟ يعني شوف الموضوع ورد لي خبر. فهمت عليك ابو سامر، فهمت عليك. جيتن موجن جيتن نخت. شلبتشن يا ابو سامر، شلبتشن. انت بخير. تسلم. شبك ليشك عم تطلعي فيي؟ لا والله، ولا 600 نبي، ماني لا قبلانه ولا رضيانه. سوسن اقصري الشر، اقصري، شرفي حليها. لك انا جامعي، صار لي متخرج 20 سنه، وابني عم يشتغل قومجي، والله العظيم لوين بده يوصل؟ شو بدك ياني ساوي؟ الله يرضى عليك. يا بكره بتصير الامور احسن. لك بلا هالحكي الفاضي والعلاك المصدي اللي ماله طعمه. وقت الاكل والشرب والدفى ما بينفع، لا تشاؤم ولا تفاؤل. حاجة بقى حاجة. روح لحالك. انا ولادي منطلقهم، خلينا هون. ولادك؟ لك ولادك؟ لك ولادك بولادي؟ ما بخليك تاخذ حدا منهم. لك ما عم تسمع عن البحر وعن الغرق وعن اللي عم بيصير فيهم؟ ما بتخليني؟ ليش؟ مين اخذ اذنك؟ لك مو اذن، نتفق نتراضى انا وياك. شوفي رايك، هذا قرار بدي اخذ واحد من اثنين، طالما بدنا نتفق رح اخذ رايك وانت اختاري واحد، يا سامر يا بدر. ما بخليك تاخذهم لو على جثتي. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لك اطلعي شوفي شو عم يصير برا. مثل ما عم تسمع، ولك صلي ساعة عم اترشك واخذ واعطي معك، بدي على ابو الماضي، على ابو غازي، على ابو هزل. عم اقول لك اولادي ما رح تاخذهم لو على جثتي، عم تفهم؟ حالك شو جابك؟ الدكتور قال 3 ايام ما بتغادر التخت، ليش جيت؟ خير البر عاجله يا استاذ سادي. الله يسامحك، سريح. اهلا وسهلا. تفضل، هي ملف القضيه بالكامل. والله ما كان وقته، كان لازم تريح. بكل الاحوال
خلينا نشرب لنا فنجان قهوة على رواق، لأنه العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. أهلا وسهلا. أمرك معلم. يا بنتي الله يرضى عليك، اثنين سادة لو سمحتي. تؤمر معلم. هلا بعد ما نشرب القهوة وقبل ما نبلش بالشغل، إلك عندي مفاجأة بتاخذ العقل. مفاجأة شو؟ بعد شوي بتعرف. أهلين زينة. مرحبا خالي. أهلين دانا. دانا هون؟ إيه هون. يعني وين بتروح؟ بعدين حشري لي خالي وصال. وصال حاف. طيب خالي أنت طالعة هلأ شي؟ شو بكي؟ ماني طالعة لمطرح. لا شو بكون أنتو التنتين اليوم كركبين؟ ما بعرف، شو بيعرفني شو هالدنيا هي؟ هي الأصوات اللي سمعتها اليوم من عندكم؟ ضربوا. هي أول مرة بيمد إيده علي. بابا ما بيضرب حدا، والله ما بيضرب حدا. معلش حبيبتي، معلش، بتصير كتير بين الرجال ومرته، بتصير كتير أشياء، بتخانقوا مثل الرفقات. ما بتخانقي مع رفقات هيك لجواز؟ لا لا مو هيك، مو هيك. صدقني يا حسوس، when I was a resident I used to play with the catatonics. شو كان اسمك؟ سيف. اه سيف صح، سوري. لا طبعا فاكره. بدي اشوف الاستاذ. انا استاذ فيو. ليش في اكثر من واحد هون؟ الاستاذ راتب مشي من شوي. لا ما بدي اشوف راتب. عيب بتقول الاستاذ راتب. هذا مانو استاذ ولانو بطيخ، هذا واحد شبيح. انت عارفان حالك شو عم تحكي؟ ايه عم بقلك بدي اشوف الاستاذ بسام معلمك. يعني وينه؟ شوفي. اهلين استاذ، الشاب هون بده يشوفك. اهلا وسهلا، تفضل. تفضل عم اسمعك. بدي ارفع دعوة بالمحكمة. دعوة شو؟ خطف. شو؟ ايه في حدا حاول يخطفني. ومين هو؟ مين بيكون؟ راتب. راتب؟ مين راتب؟ قصدي شو كنيته؟ راتب، راتب جارك، راتب الغلونجي. شو تفضلت؟ أنا كنت مفكرة أصعب شي بهالدنيا إنه أبي يضرب أمي، بس طلع في كتير شغلات أصعب. ضرب أضرب هلا ماني مصدقة إنه طلع منه هيك. فكر اطفش من هالبلد، ومشان شي لازم اطلع قبله بعدين بسحبه لعندي. ما شاء الله، شو هالاحلام هي؟ شو الدنيا فيلم ولا فيسبوك؟ ما بعرف من وين بدي اعرف. هيك عم يقولوا. عم بيقولوا شو
هذا مكتب المتدربين، مكتبكم. شو حبيت؟ عجبك؟ لا تمام. من هاللحظة هي تعتبر حالك انت محامي الخاص والشخصي، يعني قضايا اللي معدتها ايام زمان بدك تنساها. قصة انه واحد بده يطلع مرته مو عارفان شلون، ولا اخ واخوه مختلفين على ورطة ابوهم، ولا جار ناصب على جاره. نحن القضايا الكبيرة وبس. ايه بصراحة يعني انت فاجأتني. ولو انا من الاول قلت لك بدي فاجئك. رد لا تلبك، نحن اخوه. اهلين بسام. شو؟ معلش بدنا نطول بالنا، مراهقات.